السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ستيفانو، وين يلمح لوجهة بن ناصر المستقبلية، رغم أن لعبوا وفازوا بالأداء والنتيجة ومع وصلي، وبن ناصر لعب 90 دقيقة. قعدنا نقارعوا لياسين عدلي رغم اننا على بالنا بلي ما كانش غادي يدخل، يعني تعرف كيفاش على ما غاديش تدخل، غير اللاعبين اللي كانوا واجدين بالك احسن منه. وين لما نقولوا بلي رغم انه وين بن ناصر لعب مباراه كبيره، وفوز قدام اندونيسي، وين فوز عريض، يعني اداء قيمه ثابته في الخط وسط الميدان، يعني واش عندنا وين بن ناصر، يعني وين يقدم من احسن مباريات، بدايه قويه، وين لمح المدرب الايطالي لنادي ميلون استيفانو لمواجهه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لوجهه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مستقبليا. وقال بولي يعني في تصريحات خلال مؤتمر الصحافي التقديم لمواجهة ميلون أندونيسي في الجولة الأولى من الدور الإيطالي، أن بن ناصر و يعني أثبت وين وزميله أثبتوا أنهم الأفضل والأكثر جاهزية خلال فترة التحضيرات الصيفية. وأضاف المدرب الإيطالي أن الثلاثي كشف عن رغبة كبيرة في العمل والتأكيد على أحقيتهم بالدخول ضمن خياراته هذا الموسم، وتابع ستيفانو لقد كانوا أكثر ثبات وقدموا مستويات عالية. كرة القدم تتطور بسرعة والمباريات الودية مهمة لأن الآن، ولكن هناك أيضا بداية بطولة. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد رغبة ستيفانو في الاحتفاظ بالنجم الجزائري خلال الموسم القادم نظرا لأهميته في الفريق. وزن ثقيل بن ناصر، اسمه ثقيل، بن ناصر حاجة كبيرة، بن ناصر والله لعبة كبيرة. وين تواجد إدارة نادي ميلون الإيطالي في مفاوضات مع الدولي الجزائري لتمديد عقده مع الفريق إلى غاية سنة 2026. كان يقول لك بلي غادي يروح، كان يقول لك بلي 40 مليون 35 مليون، والله راكم غالطين، والله ما يطلقوا بهذيك السومه، يخلوه يعصروه. هو بن ناصر وين تصيب السالير تاعو تاع الكونتر تاع كيما نقولوا العام تاعه، تاع العام العام، يعني في العام يدي ديك مليون ومليون وطيحت له مليون و500 الف اورو، هذيك برك هو وين وصلوها له 3 ملايين و800، هو يطالب وزادوا وصلوها له 4 ملايين، هو يطالب ب 6 7 من حقه، خاطش عليه واش راه يقدم، يعني حاجه كبيره. تروح لهنا، تروح للاهلي المصري، تروح لقطر، تروح في قطر، يعني قطر الخليج كاين لاعبين لهم يخلصوا 2 ملايين 3 ملايين اورو في العام تاع اللعاب بلا لي بريم تاعهم. وبن ناصر يلعب يدي ولد الاخر مالديني يدي مليون قاعد له بلاصو، الاخر كيسموه طونلي، هذاك طونلي هذاك اللي قال ماني نتعلم من المحرز من بن ناصر يدي مليون و800 الف، فايته ب 300 الف وقيله ولا 400 الف اورو. شوف كيفاش هي نهار الاول كيفاش نيقوصا، هذه هي. وكشفت في وقت سابق مصادر إعلامية إيطالية أسباب فشل تمديد العقد الدولي الجزائري، حيث قالت صحيفة يعني لاغازيت يعني ديال سبور إيطالية أن جوانب المالية فقط هي التي تؤثر حاليا على عملية التجديد. وأضاف نفس الصحيفة أن نادي ميلو عرض على اللاعب عقد جديد يمكنه من الحصول على راتب سنوي قدره أربع، يعني كانوا موصلينها 3 ملايين 800 وصلت 4 ملايين، يعني والآن وين أصبحت 4 ملايين يورو، لكن وكلاء اللعاب يرغبون في الحصول على مبلغ أعلى، وهو ما عطل عملية لحد الآن.
وينتهي عقد دينامو وسط ميدان الخوذ مع أبطال إيطاليا عام 2024، لكن بإمكان اللاعب الرحيل خارج الكاديو من خلال دفع قيمة يعني الشرط يعني مقدرة ب 50 مليون يورو. المهم بن ناصر وين عنده كما يقول لك عنده اسم، بن ناصر عنده اسم في السوق، بن ناصر اسمه في السوق ماشي، ما يعني وين يبقى بن ناصر لحد الان هو لن يعني ما كان حتى عقد، ما كان حتى حاجة جديدة، يعني كل شيء باقي يعني من اجل، وين شاهدنا وين ما يزال مستقبل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر غير واضح المعالم، رغم اقتراب يعني شاهدنا رغم ان بدايه وين لعبوا يعني بدايه الدور الايطالي لكره القدم، يعني شاهدنا وانكشف مصادر اعلاميه ايطاليه عن رغبه الغريم النادي ميلون جوفنتيز في ضم متوسط ميدان الجزائري خلال انتقالات الصيفيه الحاليه. وكشف الاعلام الايطالي لوكا ان نادي جوفنتيز كان ولا يزال مهتم بخدمات بن ناصر لتعديم يعني خط وسط ميدانه في الموسم الجديد. هي على بيجيبوا شو جوفنتيز بيجيبوا لعاب، بيجيبوا لعاب يفتحوا اللعب في طريق في ذاك بوغبا هذاك في طريق يخلوه يلعب يعني بارتياحيه للامام، يعني كلش اللي يولي ميليو ديفونسيف كلش يولي متكفل بها هو بن ناصر، ميليو ديفونسيف يولي بن ناصر ويخلي ميليو يعني بوغبا يخلوه يلعب للامام، يعني يلعب بارتياحيه كبيره. ما نعرف. واوضح لوكا الصحابي الايطالي في نفس السياق ان نادي سيد العجوز سيفضل بين بن ناصر والارجنتيني ليناردو يعني اللاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. اضاف مصادر نفسها ان افضليه نسبيه للارجنتيني باعتباره غير مرغوب فيه مع بطل الدور الفرنسي عكس الحال بن ناصر مع بطل الدور الايطالي. هي جوفنتيس كي تروح يجيبوا يسبقوا في ذاك ويجيبوا ذاك، يعني يشوفوا الافضليه ما تكونش كاين مفاوضات عسيره باش تجيب بن ناصر، غادي تجيب جوهره اسمها حبه ديامو غادي تجيبها باش يخلوك هكا على ديك ميلون. تشوف باش ميلون هي وكيل اعمال تاع بن ناصر وين دار غلطه، يعني في الاخر تاعو في الصالير تاع مليون و500 الف اورو هذيك تاع من العام العام وين شويه غلطه دارها، ماشي غلطه هذيك هي بصح ضروك وفانيك ميلو وين قطعوا الدرام تاع 50 مليون، هذيك اللي مخليتهم يعني هذيك اللي تشوف تروح عند مالديني يقول لك غلطه كبيره درتها. وكشفت في وقت سابق مصادر اعلاميه ايطاليه اسباب فشل تمديد العقد الدولي الجزائري، حيث قالت الصحيفه الايطاليه ان جوانب ماليه فقط هي من تؤثر حاليا عن عمليه التجديد. واضاف يعني هذو هما اللعاب اخبار يعني وين لاعبين يعني نقولوا وين تبلغ قيمه سوقيه اللعاب حسب مواقع ترانسفير المختص في احصائيات لاعبين يعني 33 مليون يورو، وهو مبلغ يسهل عمليه خروجه من ميلو خاصه وان قيمته الفنيه عاليه. وينتهي عقد يعني دينامو وسط ميدان الخوض بن ناصر نقولوا باللي 2024 هما بيزيدوا عامين، راك تشوف مازال 2023 العام الجاي 2023 بعد 2024 تشوف كيفاش الناس ولا يتخمم لها مين لعاب كبير قادر يزيد يلعب الموسم، هو قادر يلعب الموسم تاعه ما ينيغوسي معاه ما والو، فهو عاشق لهذا النادي، هو عاشق لهذا النادي، هو صرح بها، هو عاشق لهذا النادي، هو عاشق لميلو، ميلو فانيك تاريخ، بصح قضية تاع دراهم، اللاعب لازم يشوف عنده وكلاء أعمال تاوعو يعني وين يشوفوا الأموال، ما غاديش يشوف لك حاجة وحدة أخرى، يشوف خاطر على مخدامين، هما فانيك يدوا النسبة تاعهم يدوا ماشي زعاقة ماشي غير هكا. هذه هي على اللي كنقولوا بلي حنا المهم انا ما احنا نحوسوا عليه يلعب ونحوسوا يكون مرتاح
من الجانب الفني والبدني والمالي ولا يسهل عليه. هذا ربي يرزقه باش انا شيء عليه من جيبي يعني. على ذلك نحوسوا عليهم يكونوا ملاح يعني في طول نوجدوا الكاس افريقيا والمنتخب الوطني الجزائري، خاطر اللعاب هذا يعني مكسب كبير، مكسب كبير، حيه كبيره والله، حيه كبيره. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم. صحيتو.